أحسن الله إليك. هذا سائل يقول هذا الوقت يذبح أهل السنة في بلاد الشام وتنتهك الأعراض وأنتم حلق بالعلم وكنتم فأين تبقى الأولوية؟ ماذا تريد مني؟ أنا أجيبك عن فقه الأولوية. أولا أقول لك يعلم الله ما في قلوبنا، ثم يشهد علينا من حضرنا من خلقه وهو مسموع بألسنتنا وأصواتنا أننا ندعو لهؤلاء بأن يرفع الله جل وعلا عنهم ما نزل بهم من هذا الظلم والبغي والطغيان الذي نزل بهم. نسأل الله جل وعلا أن يعجل بنصرهم وأن يحفظ حرماتهم ودماءهم وأموالهم وأن يكبت عدوهم عاجلا غير آجل. نسأل الله جل وعلا ذلك. هذا أولا. ثانيا، نحن تكلمنا والله قديما أول ما قامت هذه الفتنة وقلنا لا تفعلوا، والله الذي لا إله إلا هو، مع قيام ثورة ليبيا وغيرها، ويعلم هذا منا من حضر في ذلك الحين ومسجل، لا تفعلوا. الحاكم حتى لو كفر يا ناس ليس بمجرد أنه حكم عليه بالكفر القطعي، قطعا كافر ما في كلام، على كل نخرج، هذا غير صحيح. لا بد من النظر في قوة هؤلاء الذين يزيلونه بأدنى مفسدة، بأدنى مفسدة الحق بهم. قلنا لهم لا تفعلوا لا قبل لكم. قالوا لنا إيش؟ قالوا أنتم أنصار النصيرية، انظر إلى هذا الجزاء. احنا أنصار النصيرية؟ من الذي كان يحارب النصيرية ويبين ما فيها من الضلال؟ علماء السنة وطلاب السنة ولا المتحزبة هؤلاء؟ لكن قام آخرون قالوا خرجوا ولا تخرجوا لا بشوكة ولا سكين. ما شاء الله، اللي يبغى يزيل حاكم كافر ما يخرج لا بشوكة ولا سكين، ايش يسوي؟ شوف حتى الكلام ما فيه منطق عقلي. بعض الذين خرجوا في القنوات قال لهم ولا تحملوا ولا شوكة ولا سكين، ما شاء الله، ويتعرضوا لما؟ للمدافع والمجنزرات، فأبادهم. فهذا الذي قلناه له، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لمن قتل من هؤلاء من المسلمين، وأن يسكنه جنات النعيم، وأن يورث أهله الصبر والسلوان، وأن يعظم لهم الأجر. الآن نقول، قلنا أيضا أمرا ثانيا، الناس إذا كانوا يريدون إزالة هذا يحتاجون علماء، يحتاجون القوة التي يزيلونه بها بأدنى مفسدة، وهؤلاء ما عندهم قوة، إن لهم صبر حتى تأتي القوة ما في. هذا الذي يحتاجه الشعب السوري هو القوة. وأما هؤلاء الذين يتهافتون، فأكبر فصيلين، أكبر فصيلين الآن على الساحة هناك، الفصيل الإخواني العام والفصيل التكفيري القطبي. أما الفصيل الإخواني العام فقد قال احنا ما عندنا مانع، يتولى الحكم نصراني ولا حرمة. إذا كان يتولاكم نصراني كافر أصلي اصبروا على الكافر هذا الحال، ليش تذبحون أنفسكم وتنتهك أعراضكم؟ ما عندنا مانع، الإخوان المسلمين يقول ما عندهم مانع أن يحكمهم نصراني، موجود بأصواتهم مسجل ومكتوب تصريحاتهم في الجرائد، ما في مانع يحكمهم نصراني، ما في مانع. طيب إذا لماذا تقاتلوا إذا كان هذا كافر؟ فهذا أيضا إيش؟ كافر، ليش ترضون تزيلون كافر وتأتون بكافر؟ هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، بالأمس بالأمس المتحدث باسم الجيش الحر قال احنا ما احنا بحاجة الى رجال، وهذا الذي قلناه نحن من سنتين، نحن قلناه
قالوا أنتم أنصار النصيرية. الآن هذا اللي حارب النصيرية يقول لكم إحنا ما إحنا بحاجة إلى إيش؟ إلى رجال، إلى رجال. بل ولا يقول نحن حاجة بلا مال، لا لا ما إحنا بحاجة إلى مال، لأن المال أفسد الثورة. سمعته بأذني ورأيته بعيني وأكثركم يمكن سمعه بالأمس المتحدث باسمهم. نحن بحاجة إلى سلاح، وصدق. فهذا هو كلامنا ولا لا؟ كلامنا قبل سنتين، الناس بحاجة إلى سلاح وقوة ترهبون بها عدو الله، يعني أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بها عدو الله وعدوكم وآخرين لا تعلمونه الله يعلمه. فأنت بحاجة إلى القوة. الآن يقول لك هو إنه بحاجة إلى ما؟ إلى السلاح. الفصيل الآخر التكفيريون قبل مدة يسيرة شهر تقريبا أعلنوا بيعتهم لمن؟ لأيمن الظواهري، خليفة من؟ خليفة أسامة بن لادن، زعيم تنظيم من؟ والله لو تروحون الآن ما يبدون إلا بكم قبل النصيرية، وأنا أقول لكم وإن شاء الله لست حانفا. ما في راية شرعية يا أبنائي وأحبتي وإخوتي، ما في راية شرعية. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ما في الراية العامة اللي تزعم أنها على الإسلام. سمعتم تصريح أهلها، بل من أراد أن أسمعه إياه عندي مسجل أسمعته بعد الصلاة، ويقول نحن نريد حكومة مدنية يستوي فيها الجميع. ما أرادوا حكم الإسلام، يريدون إيش؟ حكومة مدنية. هذه الجماعات اللي يقال عنها إسلامية، ومع هذا أكون إن شاء الله منصفا مبرئا لذمتي. قد يوجد من يقوم لأجل الإسلام لكن لا قوة له ولا ظهور ولا راية. إيه هذا باب، الباب الرابع، من قتل دون ماله فهو شهيد، دون عرضه فهو شهيد. نرجو لمن قتلوا في هذا الجانب أن يكونوا شهداء. الذين يأتونهم يريدون منهم هذا، نقول لإخواننا هناك جاهدوا ودافعوا عن أنفسكم، هذا جهاد دفع. أما أنكم الآن توجبون على الناس جميعا النفير وهم يقولون احنا ما احنا بحاجة إلى عداد. الفيء الذي ضرب الله فيه نصيبا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يعمل به؟ يعطي ذوي القربى ويأخذ نفقته لأهله ربما لسنة، والباقي يضعه في الكراع والسلاح، يعني يشتري به خيول وإبل وحلقة التي هي يدافع بها ويقاتل بها، السيوف والدروع والتروس. فهؤلاء بحاجة إلى هذا، ولو جاءهم السلاح رأيتم كيف تكون الأحوال. الآن معهم سلاح قليل وعدوهم معه السلاح الكثير، يتفوق عليهم بماذا؟ أي تفوق عليهم بالغطاء الجوي. فهذا حاله. فنحن حينما نقول ما في جهاد شرعي، نحن نعرف ما معنى هذه الكلمة، وإن غضب الإخوان المسلمون لأننا نقول لهم تعالوا لماذا تجاهدون تكون كلمة الله العليا؟ هذا مصرحكم قد صرح أنه ما فيه بأس أن يحكمكم الكافر. أي دولة هذه إسلامية تدعون إليها؟ الحمد لله قد أمكن الله منهم فكشفهم بألسنتهم، فالذي لا يراك فيه أصبح يسمع له. لكن توظيف هذه التأييدات التي جاءت من الله تبارك وتعالى لقول أهل الحق لأهل السنة، توظيف هذه الفوائد قليل عند أهل السنة، عند السلفيين ما في إبراز إعلامي لها، وإلا والله لو أبرزت لاكتسحت الإخوان المسلمين جميعا جميعا. وأنا أتكلم عن هذا الحزب الذي ما نال بلاد المسلمين منه إلا الشر، يدعون إلى تكفير الحكام ويقول الحكام موالين للغرب وللكفار ولليهود وللنصارى، يتولون أول من يجدد الاتفاقيات مع اليهود والنصارى هم. يا لله العجب، يا لله العجب. لكن أين ذهبت عقول الناس؟ لا أدري. الإنسان أمام اللمبة، هل هذه الإضاءة مولعة؟ ويحتاج بعضهم إلى أن تأتي به وتقول شوف هاللمبة مولعة، ما يراها.
فالناس يحتاجون إلى صبر، والصبر يوصل إن شاء الله إلى الثمرة المرجوة كما قلت لكم قبل قليل. يحتاج الناس إلى أن يبصروا ويثقفوا، واسألوا أهل مصر ماذا ينزل بهم، إشكالات مشاكل عظيمة. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى الدعاة قائمون بها على الوجه الحقيقي، ما هم في الله، هم هداة يهدون الناس إلى دين الله، وهم أرحم بالناس من أنفسهم. أحيانا يأتي الإنسان يزج بيده في المالكة يهلك نفسه، وهذا يحجزه. تدرون لماذا؟ لأنه وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل هذه الجنادب والفراش أو قال والطير يقعن فيها وهو يذبهن عنها. إذا ولعت نار في الصحراء ما تأتي هذه الفراشات والجنادب وتتهافت فيها؟ قال وهو يذبهن عنها، يذب هكذا وهكذا حتى لا تحترق. قال وأنا آخذ بحجزكم عن النار، والحجزة معقد الإزار على الحقوين، آخذ بحجزكم عن النار، يسحبهم إلى الوراء، هلم عن النار، هلم عن النار وأنتم تقحمون فيها. فالعلماء ورثة الأنبياء. النار هذا ضوء لكنه محرق، الذي لا يحسن يحرق فيه، فهكذا تأتي الفتن يكون لها ضوء بريء. والعلماء مقامهم مقام النبي، يأخذون بحجز الناس ويكفونهم عنها، وإلا لو تركوهم لكانوا بمثابة هذه الفراش التي تظن أن هذا الضوء نورا فصار نارا فأحرقها فحرقت فيه. فالعلماء معهم النور فيحجزونك عن الوقوع في النار، أما هؤلاء فيصورون لك النار نورا، فإذا قربت منها وقعت في النار بالقوة وبغير اختيارك، تسحبك بجاذبيتها ولهبها وارتفاع ألسنتها. هذا مثل علماء السنة والفقه في الدين والبصيرة فيه، ومثل من حكم العاطفة أو كان من أهل الأهواء. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والهداية. ولذلك من فقه الأولويات تقديم العلم حتى يعمل الإنسان على نفسه. نعم. وقال الأمر من حكم بفضل الله وأكثر في الجهاد وذهب السياحة إلى البلد. اللهم صل على محمد.